من حياة كريمة إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا مع الزميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا ياسر وشكرا نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس إحدى الشركات اليونانية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر. أضاف الوزير أن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035. ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 لتسجل 3.693 مليار دولار في مقابل 3.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، أي بنسبة نمو قدرت ب 20%. أوضح أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء أن الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء، بينما احتلت كندا المركز الثاني ثم إيطاليا، وجاءت السعودية في المركز الرابع. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و17 قرشا للشراء و19 جنيها و27 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و17 قرش للشراء و19 جنيه و28 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و27 قرشا للشراء و22 جنيه و42 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و21 قرش للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و13 قرش للبيع. أظهر مسحا لوكالة رويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ بداية الجائحة في 2020 مع انحسار الاضطرابات في المنشآت الليبية وزيادة الدول الخليجية الأعضاء الإنتاج مع انتهاء اتفاق لخفض الإنتاج مع الحلفاء. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 29.5 مليون برميل يوميا في هذا الشهر، بزيادة 690 ألف برميل يوميا عن يوليو في أعلى مستوى منذ أبريل من عام 2020. في أسواق العملات الدولية، تراجع اليورو مجددا إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار، وواصل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، حيث تغذي أزمة الطاقة المتفاقمة مخاوف الركود، بينما يمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في رفع أسعار الفائدة. وقد أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار، وانخفض في أحدث التداولات بنسبة 0.4% ليصل إلى 99% للدولار. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.